طيب الفقرة دي زي ما كنا بننوه أنا وكريم في بداية الحلقة هنتكلم في محورين مكملين لبعض، أول حاجة الفن وتاني حاجة الرياضة، تأثيرهم كمان على المجتمع زي ما كنا بنقول كقوة ناعمة تبقى عاملة إزاي، وكمان تأثيرهم أكيد على مش بس المجتمع الداخلي على المجتمع الخارجي، إزاي إحنا الناس كمان بتشوفنا من خلال الرياضة ومن خلال الفن. دي نقطة مهمة جدا، هنحلل الأعمال الدرامية اللي إحنا شفناها في رمضان تحديدا وكمان المباريات اللي أقيمت في الشهر الكريم، كل ده مع ضيوفنا طبعا. خلينا نرحب في البداية بالأستاذ كريم المصري الناقد الرياضي، عفوا الناقد الفني، والأستاذ آسر حسين الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. موضوع النهارده مهم جدا بجد، فقرة مهمة، نورتونا. سعداء بوجودكم معانا منورينا، اهلا بيكم في 10 الصبح في الاهلي. وتعالوا بعد اذنكم نبتدي بالتفصيله دي، كون الفن والرياضه من القوى الناعمه المؤثره والفاعله واللي من شانها ان هي تغير السلبيات الى الايجابيات المرجوه رياضيا وفنيا. يعني شايفين اكتر المواقف ايه اللي حصلت فاكدت على اهميه الفن والرياضه كقوى ناعمه في البلد؟ تعال نبتدي بالفن مثلا، امتى كان الفن فعلا قوه ناعمه بشكل ما فيهوش مساحه لاختلاف وجهات النظر؟ الفن طول عمره هو قوه ناعمه حقيقيه. يعني ارسطو مثلا كان عنده جمله مشهوره بيقول ان الفن هو تطهير النفس الانسانيه. دور الفن في مناقشه قضايا اجتماعيه وتعديل قوانين، ولسه السنه دي كمان ده حصل في مشروع لتعديل قانون الوصايه، قبل كده حصل في اريد حلا. صحيح. وكمان دور الفن الحقيقي في تعديل السلوك الإنساني من ناحية القيم والأخلاق وتقديم معالجات حقيقية للسموم بالسلوك الإنساني. فده دور مجتمعي كبير جدا بيقدمه الفن. مفيش حضارة من غير فن، وحتى التاريخ كله على مدار التاريخ كله الدول بتنتهي، يعني الحقبات الزمنية بتاعت الدول بتنتهي وبيفضل حاجة واحدة بس، بيفضل الفنون بأشكالها المختلفة. فالفن جزء أساسي من الهوية، وجزء أساسي من الهوية المصرية تحديدا. يعني طيب ده بالنسبه للفن. فيما يتعلق بالرياضه بقى، تكمله طبعا لكلام كريم المهم على الفن، انه الرياضه نفس الكلام، يمكن هي سلاح مهم جدا لاي بلد. احنا كنا مره بنتكلم على انه اكتر لغه في العالم الناس بتتكلمها. انا في مره مرات وانا لسه بلعب كوره كان في زي اختبار او كده، وكان في ما لا يقل عن 12 جنسيه. اللغه اللي كنا بنتكلمها بالنظره بس، انت تعرف لعيبه يتحرك لك، كانت لغه كره القدم، اللغه الاكثر انتشارا في العالم. طبعا. كل الدول بتتكلمها. طبعا. كل الدول فالكوره دايما تجمع ما تفرقش. طبعا. ودايما طبعا اداء زي ما انتوا اتكلمتوا في المقدمه الهائله على انها قوه ناعمه. شفنا مثال الاداء العظيم للمغرب الحبيب في كاس العالم، وازاي قدر ده ينقل. الناس كلها تتكلم عن المغرب، الناس كلها تتكلم على انها عايز تروح المغرب، الناس كلها عايز تشوف المنتخب ده في ملعبه. ده طبعا في سياحه كمان راحت بعد كده المغرب بعدد كبير جدا، كانوا بيكتبوا عن الموضوع ده طبعا. والسياحه مهمه جدا، انا هو انت اتكلمتي عنها، لانه نفس الكلام برضو في استضافه لاول مره بلد عربي زي قطر استضاف كاس العالم. وفكره انك تفرض او تقول للناس من خلال اداء هي الرياضه او من خلال استضافه حدث، تقول للناس الهويه الحقيقيه ليك. طبعا. الهويه الحقيقيه العربيه، الهويه الحقيقيه لبلدك. فبالتالي دايما الكوره يعني تقدر تخلق الرسائل دي، مش كرة تحديد، يعني اي رياضه. طبعا. فطبعا كان في خلال رمضان بالذات اعتقد انه كان في كذا رساله، ونبدا طبعا بنادينا العظيم. يمكن مباراه الهلال كانت نموذج في كل شيء. اعظمها على الاطلاق كان الجمهور. الرسائل اللي كانت يعني النادي الاهلي عمال يطلقها والجمهور من في عز الصيام وفي عز الشهر الكريم، ناس رايحه من 12 الدور مستمتعه بده، الفطار في الملعب، ال 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 التشجيع المشرف جدا طوال 90 دقيقه لفريقك. فبالتالي كان رسائل مهمه جدا من جمهور الاهلي والنادي الاهلي، وفوز طبعا مهم جدا، كانت اجمل يعني عيديه قبل عيد الجماهير قبل المباراه. فبالتالي طبعا دي بالنسبه لي كانت ابرز مباراه وحدث في شهر رمضان الكريم. حلو جدا. بصوا احنا هنتكلم بصراحه في الفقره دي. اعملوا حسابكم، يعني اعملوا حسابكم على كده، مش هنجمل. انا من الناس هتكلم عن نفسي، طيب خلاص عشان ما ورطش حد. انا من الناس اللي هي كجمهور كان عندي بعض التحفظات على بعض ما يقدم في الدراما المصريه، تمام، ومش السنه دي، على مدار اوقات كتيره جدا، يمكن من 10 سنين كمان. ليه؟ لان في بعض الرسائل اللي انا ببقى مش فاهمه احنا بنحاول نوصل ايه. منها مثلا تعدد الزوجات اللي هي اصلا ضد الثقافه بتاعتنا، فكره معلش لو هتستحملوني، اهانه المراه في بعض المشاهد اللي هي برضو عكس طبيعه المجتمع المصري. احنا ما عندناش ده في بيوتنا، في بيوت اهالينا وجدودنا احنا ما شفناش اهانه الام او جد او غيره. دلوقتي في الاجيال بتاعتنا في حاجه مختلفه، في حاجات بتصدر بشكل انا ما بقتش فاهمه. طيب زي ما حضرتك اتكلمت في حاجات جميله، اريد حلا والوصايا بتاع، هي دي المفاهيم اللي انا عايز اشوفها، صح؟
بتكلم لا اريد حالا ده بصفه خاصه كمان من اكبر دليل رجوعا للسؤال اللي كنت بكلمكم فيه وقوة النعمة ده غير قوانين احوال شخصيه. ما هو ده بالظبط والوصايا يعني حاليا يا كريم بيغير فده الفن اللي انا بشوفه احنا محتاجينه كمجتمع، محتاج ان انا اشوف الزوجين بيحبوا بعض. يعني من زمان كنا نسمع مثلا في السينما يقول لك على مراته الحكومه ده انا اللي واخد 25 سنه كان زمان، ما هو دي كلها رسائل. احنا بقى كنا ساعتها اطفال لو تفتكروا. طب. كنت انا لما بسمع ده انا لما كبرت والله قلت ايه الجواز ده، ده الجواز ده حاجه تقرف يعني من كتر ما احنا ايه ده هو سجن. فدي كلها حاجات بتصدر للاجيال مش حلوه حتى ولو بطريقه احنا بناخدها هزار او كده. بتشوف ده ازاي بمنتهى الصراحه استاذ كريم؟ هو السنه دي في حاجه غريبه تحديدا يعني هو الفن عامه او الاعمال مسلسلات او افلام هي محاكاه للواقع، بيكون ليها منطق موازي بحبكه معينه ومن خلالها بنبتدي نتابع الاحداث. السنه دي او على مدار السنتين اللي فاتوا الدوله بتوجه واضح يعني لاعمال للمراه. المراه على مدار سنين طويله جدا هي بتتعرض للوصايا الذكوريه، لان مش عايز اختزل فكره مسلسل تحت الوصايا في الوصايا في القانون بتاع الميراث، لا هي وصايا ذكوريه، حنان البنت اللي ارمله اللي بتهرب وبتتعرض لوصايا ذكوريه تانية عن طريق الصيادين. فهنا المسلسل بيناقش فكره الوصايا الذكوريه. وعلى مدار السنتين اللي فاتوا مجموعه من الاعمال، اعمال اللي انا وفاتن امل حربي السنه اللي فاتت وعمله نادره السنه دي، هي بتناقش فكره حقوق المراه وتعديل القوانين. لان المراه عندنا في مصر بتعاني من فكره المسافه بين العدل والقانون. حلوه قوي دي. في مسافه حقيقيه موجوده بين العدل والقانون. حنان في تحت الوصاية هي استخدمت طرق غير قانونية عشان تحقق العدل. صحيح للأسف. وفي النهاية اتحكمت عليها. فأنهي قانون اللي يسمح بده؟ هرجع لسؤال حضرتك تاني على الناحية التانية أو على النقيض التاني، في أعمال بتهمس صورة المرأة وبتخليها تظهر بشكل غير لائق بفكرة المرأة المصرية نفسها. والعصر الذهبي والحقوق اللي هي حصلت عليها في السنوات الأخيرة، فأنا مش فاهمة ليه التضارب ما بين الواقع زي ما حضرتك قلت هو انعكاس للواقع، ده مش الواقع اللي في بيوتنا. لا تمام. مين بيقبل يعني معلش مع احترامي وتصدير فكرة إن الأربع زوجات بيحبوا بعض قوي، مين ده في الخيال يعني؟ مين يقبل؟ مين ست متعلمة بنت ناس لها كيانة كرامتها تقبل؟ يعني أنا مش فاهمة الصراحة. اصلا النقطه اللي بتتكلم فيها نهاوند دي لوحدها كمان عايزه لها سؤال كمان، فكره ان الفن بشكل عام هو مرآه للمجتمع. طول عمر الجمله دي طول عمرها بتثير كتير بين الجدل بين وجهات نظر مختلفه. يعني في ناس بيقول لك ان الفن لازم يكون مرآه للمجتمع بكل ما فيه سلبياته وايجابياته عشان موضوعيين في الطرح، وفي ناس ثانيه بتقول لك لا ان الفن مش لازم يكون مرآه 100% للواقع، ده المفروض ان الفن دور من ادواره ان هو يجمل الواقع. ده هو بقى ما بيجملش هو بيعمل قبح اكتر للاسف. هيجل الفيلسوف الكبير يعني قال ان الفن هو فلسفة الجمال. وعمل بعد كده أسس لعلم الاجتماع الجمالي. فهو الفن ممكن يكون في جزء منه جزء ترفيهي، أعمال ترفيهية طبعا. وفي أعمال تانية بتطرح قضايا اجتماعية، وفي أعمال تانية بتعمل محاكاة لواقع اجتماعي. لكن فكرة إن احنا نزهر صورة المرأة تحديدا في العصر اللي احنا فيه ده أو في الثلاث سنين الأخيرة بالصورة دي هي صورة سيئة جدا، خصوصا إنها ما بقتش موجودة في المجتمع المصري. وطول عمره المجتمع المصري حتى ده لو كان موجود فيه من سنين طويلة جدا ما كانتش بالصورة دي. صح. فيش حاجة اسمها جدول على الحيطة. يعني طبعا رياضية بقى ما عندكوش المعضلة دي. ما فيش الكلام ده في الرياضة. بالعكس انا حاسس ان احنا بنتطور يعني. صح. ردا على سؤال حضرتك يا كريم، يمكن انه بنشوف دلوقتي في فريق قوي جدا للسيدات، مشاركة السيدات في الكورة على مستوى اللي يخصني انا في سواء الاعلام الرياضي او في التحليل، شفت ان في توجه زي ما كان استاذ كريم بيقول على فكره ان وجود محللات للرياضه. وصراحه جزء كبير منهم بدون يعني بدون اي مجامله اثبتوا نفسهم، لانه صحيح. الفكره في التقبل. انا ممكن كراجل بشكل ذكوري زي ما كنا بنتكلم عندي قناعه ان دي لعبه للرجال فقط، واحنا بس اللي دخلكم المجال ده وانتوا يعني هتفهموا اكتر مننا. الكومنتات السيئه اللي انت عارفاها على المطبخ والكلام ده كله ده كلام جاهز. بالتالي لما طلعوا على الكاميرا واتكلموا في مباراه محليه او عالميه
هم بيتابعوا زيك زيهم زيك بالظبط وعندهم راي وعندهم كمان زاويه او انجل للموضوع زاويه مهمه جدا وبالتالي نجحوا في الاختبار اللي كان حصل بالتحديد في شهر رمضان سواء على الاذاعه او على التلفزيون فبعتقد انه كله ماشي في الاتجاه ده يعني كريم كلم على دور الفن في تحقيق او تغيير قوانين في نفس الوقت الرياضه في تغيير مفاهيم انه ممكن تكون جدا زي الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي كريم ونهوان بيقدموا برنامج طبعا شامل كل حاجه بس في الاساس في الرياضه فبالتالي الموضوع ما فيهوش راجل وست شفنا مباراه في منتهى القوه انا كنت لسه بتفرج من كام يوم على نهائي كاس انجلترا للسيدات ماتش كان بين تشيلسي ومانشستر يونايتد احلى من ماتشات كتير في الدوري المصري في الدوريات العربيه في الدوريات الافريقيه فبالتالي لازم المفهوم يتغير شويه واحنا في الطريق لده حلو جدا طيب برضو من وجهه نظرك فكره تقبل المجتمع لبعض الرياضات النساء دخلوها مؤخرا والفتيات دخلوها مؤخرا كانت زمان بيقول لك يعني زي العاب القوه مثلا لما دخلنا العاب القوه مش بس دخلنا ولعبنا احنا حققنا ميداليات في اولمبياد فاحنا يعني لما بنخش مجال رغم كل التحديات والانتقادات اللي المراه بتتعرض ليها يقول لك بنتي وهتبقى زي الراجل ومش هتتجوز الكلام ده كله اللي هو انا بسميه جهل شويه مش جهل عشان هو عدم يعني انا مش بنهي حد بس هو جهل معناه ان انت عدم معرفه بالواقع كلام غير واقعي فبتشوف برضو فكره الطفره والتغيير في الثقافه المصريه في البيوت او حتى في الاحياء الفقيره والتفكير فيها او الثقافه فيها مش بمستوى عالي لا بيروحوا بيشجعوا بناتهم دلوقتي وبناتهم بيثبتوا نفسهم بتشوف النقله اللي حاصله دي النوعيه راجع لايه راجع الحاجات انت كنت عنها حتى قبل كده لما كنت بتكلمي على فكره الصوره او الذاكره اللي اتجسدت في عقل الواحد او في عقليته واحنا بنكبر انه الحاجه دي لا البنت مثلا ما تنزلش ما تلعبش في الشارع ما تلعبش في النادي لحد ما لما البنات بس اخذت مش نافذه ربع نافذه لده اثبتوا نفسهم بقى عندك البطله الاولمبيه على طول بيرتبط الصوره الذهنيه مثلا في ريال اشرف بالناس اللي فعلا لما راحت ولعبه الرياضه زيها زي الراجل او زيها زي الولد حققت ميداليات ورفعت اسم البلد عالي متساويه بالظبط هقول لك على لعبه مثلا احنا اسياد العالم فيها وهي السكواش السكواش المصري فكره تسيده طبعا بدايه من اللي حط حجر الاساس احمد براده وشبانه وكل اللعيبه دي لم يكن لمصر ان تستر اسمها او يعني تتسيد اللعبه لسنين غير لما دخلوا السيدات بالتوازي بقى عندك اول مثلا خمسه مصنفين على العالم من مصر اول خمسه مصنفين في السيدات على مصر بس وبقى التغيير اللي حصل ده ما منعش ان برضه لسه في البعض من الناس بيبقى عندهم تحفظات مع بناتهم بصفه خاصه في رياضات بعينها يعني مثلا حاجه زي السباحه حاجه زي الجمباز حاجه زي كذا لاسباب مختلفه وبمرجعيات مختلفه في بعض منهم بيبقى عنده تحفظ مثلا لا بنتي ما تلبسش كده او لغايه مرحله سنيه بس معينه بس زمان يا كريم شويه لسه لغايه النهارده يعني مش زي الاول كان في رفض تام وحاجات زي ممكن طبعا. واحده مثلا ام تقول لابنها ما تاخدش واحده بطله رياضه مثلا يعني كان في صوره سيئه هل ده اتغير ده اتغير كمان في حجم المساواه يعني في حاجه ناس بتشوفها يمكن سلبيه شويه انا بشوفها ايجابيه من منظوري انا اللي انا داعم جدا انه يحصل ده على كل المستوى احنا في 2023 ما ينفعش نتكلم لسه كريم بيتكلم على الجدول فمثلا في مثلا لعبه جماعيه مثلا زي لعبه الطايره او الفولي بول حصل السنه اللي فاتت سوء انتقالات عنيف جدا بين الاهلي والمنافس ولكن المكسب انه لاعبات النادي الاهلي ولاعبات النادي المنافس اصبح الان في الكلام عن عقود تساوي عقود الرجال ويمكن اكتر في ظل تنافس الفرقتين ان كله طبعا في الاهلي في النهايه الاهلي كسب طبعا بس قصدي اقول انه انه كان في لا بنشوف ارقام محترمه تقريبا يعني تساوي اللي بياخدها رجال في لعبه الطايره فبالتالي انا شايف ان ده هتقول لي مثلا بس الناديين عشان المنافسين دايما بيتخانقوا على العقود الاغلى لكن في النهايه صب في مصلحه ايه؟ ان لاعيبه الكره الطايره بتاخد رقم محترم او لعيبه كره اليد او ان شاء الله في المستقبل لاعيبات كره القدم في بشكل حتى تساوي في الرواتب لانه برضو اللي كنت حضرتك بتقول يا كريم او نهاوند فكره انه طيب خلاص تقبلنا فكره انها تلعب عمرها ما هتاخد زي فلان عمرها ما هتاخد زي اللعيب الفلاني دايما هيبقى الاجر اقل لكن حتى دي انا رايح يعني بشواهد زي اللي قلناها رايحه في اتجاه انه لا يبقى حتى في مساله الاجور تحمس الاهالي حتى انه البنت مستقبلها شبه مضمون في رياضه وستعامل معامله الولد او الراجل او بالتساوي ده جميل ومطلوب ويمكن ان احنا متاخرين كتير في تطبيق هذا الكلام اصلا طيب في من ضمن المستجدات ويمكن يبقى لها انعكاسات اكتر على الصعيد الفني مش عارف الى اي درجه ممكن تكون متحققه برضو رياضيا بس لوحظ في الفتره الاخيره حلوه لوحظ جميله عملت شغل جامد في القعده لوحظ في الفتره الاخيره ان في تغيير في الاذواق وفي الاهواء عند الناس
عند المشاهدين بشكل كبير، لدرجه ان الشخصيات النمطيه اللي طول عمرها كانت منفره وبتتقدم دراميا بشكل منفر بقت هي الشخصيات الجاذبه للمنتجين، زي شخصيه البلطجي مثلا. تمام، بقت هي الشخصيه الجاذبه لمنتجين الاعمال الدراميه وتحديدا المسلسلات، وشخصيه جاذبه كمان على صعيد المشاهده ونسب المشاهده للاسف. فهل فعلا حضرتك لامس بحكم تخصصك وخبراتك السابقه ان فعلا الاذواق اتغيرت؟ مش قادر اقول قوي الى الاسوء، لا اقول تدني الذوق العام، خلينا نقول بقى احنا قلنا احنا بقى الكلام ده تدني الذوق العام يا استاذ كريم بصراحه. لا وانا يعني معترض على كلمه تدني الذوق العام دي، لان المجتمع المصري هو جزء من التراث، هو متابعه الاعمال بصفه عامه يعني، بدليل ان في اعمال مستواها الفني مرتفع جدا وجيد جدا وبتحقق نجاح كبير جدا. يعني السنه دي تحديدا في اكتر من عمل هم اعمال على المستوى الفني، اعمال ليها كل المقومات الفنيه من ناحيه الصناعه معموله بشكل كويس جدا وعملت نسب مشاهده عاليه جدا. فكره ان في قطاع، اكيد في قطاع موجود بيفضل انواع معينه من المسلسلات، وده راجع بس لفكره ان احنا بقالنا فتره كبيره جدا، ماشي انا اتكلم بصراحه شويه، ارجوك، احنا بقالنا فتره كبيره جدا مش بنتكلم في الفن، يعني حتى الفنانين لما بيخرجوا في اللقاءات ما بيتكلموش في فن، بنتكلم عن الاسرار الشخصيه والحاجات اللي زي كده بالظبط. فده بالتالي انعكس على المشاهد، بقى عنده يعني قله ثقافه فنيه. لكن لما بيتعرض قدامه عمل كويس بيتشد ليه وبيتفرج عليه وبيتابعه بيحقق نسب مشاهده، لكن قله الثقافه الفنيه بتخليه يتابع اعمال ثانيه وينجذب ليها ويشوفها ويتفرج عليها وبتتسوق بشكل معين يعني، فبتظهر بالحاله اللي يعني بتعمل حاله في البروباغندا اللي هي حاصله. طب انا معلش على قصه اختلافنا في مصطلح تدني الذوق العام، لان انا مقتنعه بيه بصراحه جدا ومفيش مشكله ان احنا نختلف. انا لو جيت قارنت عمل من الاعمال المحترمه جدا اللي كانت صاحبه رساله فعلا في رمضان ده او اللي غيره، وعمل تاني برضو كان في رمضان ومش هنطلق الاسامي اكيد والناس حبته، بس شتان ما بين ده وده، ده حقق نجاح وده حقق نجاح، بس ده حقق نجاح 20%، ده حقق نجاح 80%، ده مؤشر ان في تدني في الذوق العام، لان ما يقدم هنا رساله ومحترمه وما يقدم هنا زي ما حضرتك قلت شيء غريب يعني. بس هو اللي بيتفرج على ده، هو اللي بيتفرج على ده بيتفرج على ده، ما هي دي مصيبه اكتر. اللي بيتفرج على ده هو بيتفرج على ده في نفس ده بقى يعني. كان بيرفض الاعمال دي بس كده. دلوقتي بقى يتقبلها، فده يترجم بايه؟ طب تعالى نعمل تطبيق عملي للكلام اللي نهاوند بتقوله، وهذكر اسم عمل واحد بس هستشهد بيه ومش هذكر الطرف الثاني في المعادله. تمام، عندك مسلسل بقيمه الامام. تمام تمام، هل نسبه المشاهده للمسلسل دي يعني حتى تقرب من نسبه المشاهده لاعمال ثانيه دون تسميتها؟ انا بس عايز اقول حاجه قبل ما اجاوب على السؤال ده بخصوص الامام، يعني فكره طرح عمل للامام الشافعي في 2023 هي فكره عبقريه. الامام الشافعي، احنا مش جايبين العمل مش معمول عشان الامام الشافعي نعرف تاريخ الامام الشافعي، لا احنا عشان نسمع كلام الامام الشافعي في 2023 ونطبقه. الامام الشافعي اللي كان بيحس بناته على العمل وعلى التعلم، الامام الشافعي اللي كان بيساند المراه في رفض الزوج من حقها، من حقها ترفض الزوج. الامام الشافعي اللي كان الامر شورى، بيشير تلاميذه بيستشيرهم. ففكرة الإمام الشافعي دي تحديدا هي فكرة لتجديد الخطاب الديني، وجايبينه من القرن الأول هجري عشان الفقهاء، يعني عشان مش عارف أسميهم إيه، الناس الفتوجية بتوع الزمن ده. ففكرة دي فكرة عبقرية وأنا بحيي عليه. لكن الإمام الشافعي حقق نسب مشاهدة عالية مقارنة بالأعمال التانية؟ لا، ما حققش نسب مشاهدة بالظبط. طب دي لوحدها مش إشارة للي كنا بنتكلم فيه، فكرة تغيير الأهواء والأذواق؟ ما أنا أقول لحضرتك على حاجة، بس زمان كان المسلسلات خمس مسلسلات فيهم عمل تاريخي، حضرتك إحنا السنة دي 31 مسلسل، فطبيعي في أعمال مش هتتشاف بسهولة، وخصوصا إن إحنا بقالنا فترة كبيرة جدا بعيدة عن فكرة الأعمال التاريخية والأعمال الدينية، فالناس ما انجذبتش قوي للمسلسل، مع إنه حقق نسب مشاهدات بس مش نسب مشاهدات عالية. بس هينجح لما يتعرض تاني بعد رمضان، وهو بيتعرض تاني دلوقتي على فكرة يعني، هو هيجيب نسب مشاهدة كويسة. لكن تدني الذوق العام هرجع واختلف معاكي تاني برضه، مفيش مشكلة في الاختلاف طبعا، لأن زي ما قلت لحضرتك اللي بيتفرج هنا هو اللي بيتفرج هنا، بس في حد بيعرف يبرز نجاحه ويسوقه بشكل معين
وبيقول ان انا اكتر حد مكتسح واكتر حد جايب نسب مشاهده، وفي حد تاني ما بيقولش. النجاح اللي حاصل ده مش فكره الذوق العام هو يعني اللي اتغير، لا انت شايف ان الماركتنج مفتعل. مفتعل. اوكي دي نقطه. المفتعل ده اللي هو معمول له ماركتنج، ده ما هو في الاخر بيشكل راي عام، بيشكل ذوق عام. بالمناسبه هل الرياضه ينطبق عليها الكلام اللي بيتقال فيما يتعلق بمساله تغيير الاهواء والاذواق؟ هل دلوقتي استجدت امور في عالم الرياضه كانت مختلفة زمان عن دلوقتي؟ طبعا طبعا يا استاذ كريم، ومبسوط حضرتك حطيت الضوء على السؤال ده، بس في شكل تاني، مش في المحتوى او الحدث الرياضي نفسه، ما وراء الحدث او ما بعد الحدث، وهو ايه؟ الاعلام الرياضي. فاحنا اخر 5 6 سنين للاسف بقى في مشكلة في الحتة دي، وبقى في فكرة الذوق العام برضو، وانه بقى الناس رايحه في اتجاه ايه اللي هيكسب، زي ما كان كريم بيقول ايه اللي هيعمل مشاهده، ايا كان ده كويس ولا مفيد للمشاهده ولا. انا بكتب حاجه وببص عليها اكتر من مره، سواء في مقال صحفي بكتبه او في تحليل لمباراه، براجع مصادري كويس جدا. رغم ده الجمهور المصري ذكي جدا، سواء الجمهور الكروي او الجمهور الفني، ممكن يلاحظ حاجه انت مش شايفها، يقول لك لا دي كانت سنه كذا، فجوه جمهور واعي جدا بكل المقاييس. ممكن على في حجم المشاهده زي ما كنا بنتكلم على نظيرها الفني، يبان ان البرنامج الفلاني عشان بيتكلم بفئويه او بيسخن طرف على الثاني او بيزود الاحتقان في مصر، ده جايب اعلى مشاهده، الحق شوف شاهد قبل الحذف الكابتن السابق الفلاني للنادي الفلاني بيشتم فلان الجمهور المصري واعي، وخاصه الجيل اللي طالع ده بيتابع، اولا عنده فضاء العالم كله مفتوح قدامه، سواء بيجيب مصادره عن طريق الانترنت او غيرها، بيشوف الكره العالميه كريم، بيشوف المحللين، بيشوف الفكره اللي بداها الانجليز طبعا، فكره الصحافه الانجليزيه الحقيقه او الصحافه الرياضيه الحقيقه، بيشوف فكره يعني ايه باندت، يعني ايه محلل رياضي، بقى يشوف ده بتكه واحده على لابتوب ولا على موبايله، على اي سمارت فون، على اي هاتف يقدر يجيب ده، فبقى بيقارن، بيحس ان هو ده بقى اللي فعلا ممكن يحدد لك الذوق العام، لان الجمهور بقى ينفر من البرامج دي، لو برنامج مش برنامج محترم بيتكلم عن تغطيه النادي ده زي النادي ده، ازاي ننهض بالكره المصريه، اللعيبه مثلا قضيه برنامجين او ثلاثه بس اللي اتكلموا عنها، وطبعا بشيد بيهم من خلالكم، على فكره المحترفين المصريين لبره وان احنا نجيبهم عشان نكرر، يبقى في استكمال او نعمل حاجه مشابهه لتجربه المغرب، ده المحتوى الحقيقي. هل المحتوى ده بيجذب ناس اكتر من الناس اللي بتتابع اكتر؟ اللعيب الفلاني عمل ايه وشوهد في سهره خاصه على الورق إيه على الورق، او على لو دخلت بس شفت الفيوز، خلي بالك الفيوز دي برده خادعه جدا، ممكن ظهر لك فرحت عامل كليك او عامل تكه واحده فظهر ان انت شفت الفيديو، لكن هو لا ده غير الفيديوهات اللي هي سبونسرد اصلا من الاول بتنزل لنا بالظبط، هي فكره ترويج بعتقد في الاساس، لكن حقيقه والله مش مجامله، جمهور المصري الكروي خاصه طبعا كريم يعني هو الاستاذ في الفن، واعي جدا جدا جدا، وبيعرف بيقيم، يقول الاعلامي ده كذا، البرنامج ده منحاز، البرنامج ده مش منحاز، البرنامج ده مقدم لي محتوى كروي حقيقي محلي واوروبي وغيره، والتاني ده لا بيحاول يجذبني بس لانه يجيب لي فضيحه او يجيب لي لعيب فلان او يجيب لي مداخله. صحيح، للاسف صحيح. يمكن على فكره احنا لما كنا في مجلس النواب انا وكريم، يعني لجنه الشباب والرياضه، كنا بنتكلم في ده تحديدا، يعني كانوا بيطرحوا معانا، اكيد حضرتك برضه عندك معلومه، كنا بنتكلم ازاي ممكن ننهض بالاعلام الرياضي تحديدا، وانا وكريم اتكلمنا في ده وغيرنا من الزملاء، فعلا في حاجات بتتقال في الاعلام غريبه، يعني انا فاكره وانا قلت الكلام ده على الهوا لان انا بني ادم صريح، انا ما بجاملش بصراحه، يعني والله اعلم ده هيبقى خير ولا شر. خير ان شاء الله، يلا خير ان شاء الله، اوعى تتراجع. احنا مكملين على خير يعني. كان احد المعلقين في قناه اخرى، ما ذكرتش اسمه بس كانت وقتها لان كان تاني يوم الناس كلها كانت عارفه انا بتكلم عن مين، لما كنا جايبين برونو سافيو وطلع احد القامات مفروض في الرياضه والاعلام الرياضي حاليا، وقعد يقول لك ده ياكل سوداني ونرمي له موزه، اكيد حضراتكم عارفين انا بتكلم عن مين. فالواحد لما بيشوف بغض النظر ان برونو سافيو لاعب اهلاوي، انا لو شفت حد بيتكلم بهذا الشكل على حتى لاعب تاني، ايه ده؟ ايه هذا المستوى المتدني؟ انت عايز تنتقد هذا اللاعب، شايفه صفقه غير جيده، اتكلم عن الفنيات بتاعته، انما داخل تقلل من طب الناس لو ترجمت ده بره احنا منظرنا ايه؟ يعني شيء صعب، شيء صعب بصراحه. فالنقطه بتتكلم فيها لا دي نقطه مهمه وطرحت في مجلس النواب يعني. طيب نرجع تاني للفن استاذ كريم سريعا، لان احنا هيبقى عندنا سؤال وسؤال للاسف، بس الفقره حلوه والله بجد، الفقره فقره حلوه جدا. ازاي، وده سؤال اللي ملوش اجابه برده شويه.
يا اسئلتك التعجيزيه. انا اسئلتي عجزت ضيوف عجزت. ازاي اقدر ارتقي، مش هقول بالذوق العام، لكن ازاي اقدر ارتقي بالمحتوى الذي يقدم للنهوض بالمجتمع؟ انا في الاول وفي الاخر انا بتكلم ان الفن قوه ناعمه، ما هي قوه ناعمه عايزاها تبقى قوه ناعمه تؤثر على المجتمع ايجابي، على الاجيال الجديده بشكل افضل، يكبروا يبقوا شخص ناجح في عامل في هذا المجتمع، مش شخص بقدم له ان البلطجي هو اللي بياكل الجو، هو ده اللي بيعمل فلوس، هو ده اللي الستات بتحبه، حاجات زي كده ازاي اقدر اعملها؟ يعني هل هي جهة واحدة المسؤولة ولا مين؟ هو ده يحصل لما يكون في غزارة في عدد الأعمال. ما هو ما ينفعش مثلا، يعني احنا مثلا عايز اقول لك حضرتك، ادي لحضرتك مثال، يعني احنا السنين اللي فاتت كان في النوع ده بس من الأعمال. على آخر سنتين بقى في نوع تاني من الأعمال، نوع موازي ليه، قدر ياخد من النجاح التاني وقدر يقاسمه النجاح ويقتط، يعني ياخد من جزء من نجاحاته. الموضوع ده لو استمر وعدد الأعمال اللي ليها محتوى وأهداف معينة وأفكار معينة ابتدت تكتر، هنرجع فكرة إن الأعمال دي هي اللي هتنجح أكتر. إحنا محتاجين سبعيات، محتاجين مسلسلات السهرة ترجع تاني، كل يوم خميس لازم ترجع تاني، محتاجين الخماسيات، محتاجين عدد أعمال كبيرة جدا. فكرة إن إحنا نشوف قضايا المرأة، لأن يا جماعة المرأة قعدت 50-60 سنة أو 100 سنة هي يعني بتتعرض لموروثات غلط أدت لممارسات عليها بشكل يعني لا يمت للإنسانية بصلة. صحيح. ومحتاجين قضايا الأطفال وسلوك الأطفال وتربية الأطفال، محتاجين أعمال كتيرة جدا يكون في غزارة في الإنتاج أكتر من كده، مش في سيزون رمضان بس، كمان في الأوف سيزون، ويكون بشكل متتالي، وساعتها هيحصل توازن بين الاعمال اللي بتحمل ده والاعمال اللي بتحمل ده. احنا نتمنى التوازن ده يبقى موجود. طب ما كل الاطراف بما فيها الاطراف المعنيه كشركات انتاج او جهات انتاجيه عارفين ان في نقص ملحوظ مثلا في اعمال الاطفال، عارفين ان في نقص ملحوظ في الاعمال الاستعراضيه او المسلسلات التاريخيه، وكان في وقت من الاوقات الشماعه الجاهزه اللي معظم المنتجين بيعلقوا عليها عدم اقدامهم على انتاج النوع ده من المحتوى او من الدراما، يقول لك التكلفه. بقينا نشوف مسلسلات من انماط ثانيه تكلفتها اعلى بكتير من اي مسلسل تاريخي لو كان عمله، بس هم اختاروا يعملوا الشكل الثاني مش الشكل التاريخي او الاستعراضي. هل ده برضو قابل للتعديل في الفتره اللي جايه؟ قابل كمان ان بقى في جهات عرض اكبر، وكمان ما عندنا منصة مصرية موجودة كمان نقدر نعرض عليها من خلالها، وفكرة ان احنا نشتغل مش على 30 حلقة، فكرة ان احنا نشتغل على 5 حلقات و10 حلقات نناقش بيهم فكرة معينة او قضية معينة، ده هيقلل في التكلفة. فكرة كمان ان احنا نستغل الوجوه الشبابية اللي بتظهر في سيزون رمضان وبتلمع ونجيبهم، كان ليهم ابطال في الاعمال الصغيرة ال5 حلقات وال10 حلقات، فهنا رقعة المنافسة هتوسع، ولما المنافسة تكبر مفيش فن من غير منافسة، لو في منافسة طبعا. كل طرف طبعا. هيحب يقدم أفضل ما عنده، لو رقعة المنافسة وسعت هيكون في فن أحسن، هيكون في جودة في المحتوى أحسن بكتير. دي نقطة نتمنى فعلا ممكن تكون حل، ممكن فعلا يعني لو طبقت بشكل سليم أعتقد ممكن تكون بداية الحلول. طيب مسيو آسر، يعني الوقت برضو بيجي للأسف، هيبقى آخر سؤال ليا أنا وكريم، أنا عايزة أروح معاك برضو، إزاي إحنا ممكن، نفس السؤال، إزاي إحنا ممكن نؤثر برضو على المجتمع بفكرة هنا، يعني بداية بقى الدخول برضو الفتيات أكتر للرياضة، فكرة هنا برضو تشجيعهم، فكرة الرياضة اللي هي كرة القدم النسائية تحديدا، النادي الأهلي عنده أكاديمية دلوقتي وإن شاء الله يبقى فيه فريق أول، بس برضو إزاي ده ممكن يعمم بشكل أكبر، إزاي ممكن إن أنا برضو أتابع العالم بيعمل إيه، مش هقول أطبق زيه، بس إزاي أتأثر بإيجابيات العالم أو أوروبا أو الغرب أو غير، أو حتى الدول العربية اللي هي سابقاني وفي كتير منهم سابقني في شق هنا فكرة الرياضة النسائية أكتر. من حيث الأبطال البطلات نفسهم أعتقد أنهم ما أثروش خالص، يعني البطلات المصريات اللي بيلعبوا أي لعبة بيتميزوا جدا، فمن ناحيتهم ما أثروش في أي حاجة. أعتقد الخطوة زي ما بتقول أنا هوندا وكريم أنه إبراز ده على قد ما تقدر، يعني مثلا أنا في الفترة اللي كنت بعمل فيها في إنجلترا ناس كلها، مش ناس كلها، العالم كله عارف مين محمد صلاح، لكن في نفس الوقت فكرة الجولدن بوت أو الحذاء الذهبي أنت بتاخده كهداف لفريقك، في واحدة عملت كده ومصرية، كام واحد يعرفها؟ وهي سارة عصام. نقطة حلوة جدا. سارة عصام لما كانت في السوق حققت نفس القصة، فأنت إنك تبرز القصة دي، في محمد صلاح أسطورتنا وفخر العرب ومصر وكله، لكن في سارة عصام،
بنته عملت نفس القصه طبعا مش مع ستوك سيتي ولكن دلوقتي بتحترف في نادي تاني. فبالتالي ابراز النجوم دول انا بيبقى عندي سارة عصام في الكوره ويبقى عندي فريال اشرف ويبقى عندي في رنيم الوليلي وعندي نور الشربيني في السكواش لازم يطلعوا لان هم زي ما كان كريم بيتقال اخد النجوم دول السفيرات بتوع ان هم عليهم دور غير الدور الرياضي. طب انت فتحت باب لبطلات كتيره جدا يخشوا. هو حد بيحط حجر اساسه بنكمل بعده. دول مطالب جدا يتم ابرازهم يطلعوا كتير ويتكلموا عن تجربتهم ويتكلموا عن المعاناه لحد ما فرضوا اسمهم طبعا على الساحه الرياضيه وبقوا كمان بالتوازي نجوم زيهم زي اللاعبين الولاد او الرجال. فبالتالي ده مهم جدا. وهنا بقى بيجي دور او اهميه النقطه اللي كنت بتتكلم فيها من شويه نهاوند فكره الماركتنج لان لازم يبقى في دعم للبطلات دول اللي بيلعبوا في رياضات مختلفه كلها رياضات يتقال عليها مهضوم حقها انجاز التعبير يعني. بصوا كمان استكمالا للنقطه دي وانا وانت قلنا ده قبل كده ولو حضراتكم تتفقوا معانا ان ده يخص الرياضه والفن. احنا كنا بنتكلم مره هو ليه الشركات الكبيره لما بتيجي تعمل اعلان لاي منتج بيلجأوا بس للفنانين، ليه ما بنلجأش للرياضيين؟ اتعملت فتره على فكره وقت الاولمبيات اللي فاتت وحطوا صور الابطال بتوعنا بس بتبقى كده هي حاجه حركه، ليه ما بنستغلش فعلا ده ان انا من خلال الماركتنج انا احط الابطال حتى هم بيبقوا قدوه جميله للاطفال الصغيرين يعني، ليه ده مش محقق من وجهه نظركم؟ وهنا بيعتمد على حسبة تسويقية وانا بشايف ان الحسبة التسويقية احنا بنشوف الممثل ده بيعمل هنا وهنا 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 انا استفدت أنا شايف الحسبة التسويقية هي حسبة غلط تماما لان هو الاعلان لو جودته كويسة هو كده كده هيحقق النجاح بصرف النظر عن مين اللي بيقدمه. ففكرة استغلال وبروزة أبطالنا الرياضيات في النقطة دي تحديدا نقطة مهمة جدا بالظبط حتى يبقى ليهم سبونسر يعني ممكن كمان يبقى الفلوس اللي هتدخل لهم كعائد من الإعلانات دي هم في أمس حاجة ليها أفضل من أي حد تخليها عليها فعلا عليه يعني المعلنين أو أصحاب الشركات عليهم برضو مسؤولية زي ما أنت قلت. أنا هوند وكريم كان بيقول إن أنت حتى يعني لو موضوع لحظي أو أنت بتراهن على نجاح أو فشل زي ما كريم بيقول طب خليه في لحظه الانجاز ويستمر معك. يعني مثلا لما تحقق انجاز مثلا سمر حمزه كانت المصنفه الثانيه على العالم في المصارعه اعمل الحمله او الكامبين وهتستمر معك لمده عام او اكتر لان بالزبط. هي بطله هي ده مش هيختلف الترتيب ممكن يختلف هي بطله فانها تبقى يعني عايز اقول وجه الاعلاني بتاعك ده هيفيدك جدا. نقطة مهمة نتمنى ان هي تطبق. هي ابتدت فعلا في الفترات الأخيرة شوية يبقى في ثقافة مختلفة شفناها نتمنى ان هي تعمم أكتر. على كل حال بجد دي من الفقرات اللي أنا شخصيا استمتعت بيها. نورتونا أستاذ آسف. نورتونا شكرا على خير بإذن الله وبنشكركم على وجودكم معانا. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نفتح مع حضراتكم ملف جديد في تاني وآخر فقرات الحوارية. خليكم معانا.